بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم ملعب خلف الأضواء. أول حاجة بتوجه برسالة دعاء لوالدي بالشفاء العاجل إن شاء الله. أنا عارف إن هو بره الموضوع، بس كنت حابب إن أنا أبعت للبني آدم اللي رباني ووقف جنبي في حياتي وخلاني أكون قدامكم هنا، ربنا يا رب يشفيه ويقوم بالسلامة بإذن الله. تاني حاجة بشكر حضراتكم شكر جزيل جدا على كمية التعليقات على السوشيال ميديا وعلى الواتساب الكتير جدا جدا اللي بتوصلني من حضراتكم، ودعمكم الكبير جدا لأكاديمية يونايتد ولأحمد فتحي والسوبر ستار. طبعا كاس سوبر ستار رمضاني لسه خلصان من ساعتين بس، والحمد لله رب العالمين شفنا تألق لأكاديميات يونايتد وليدو وإي إم سبورت وكمان أكاديمية إيفوليوشن، والحمد لله رب العالمين أكاديمية يونايتد قدرت إن هي تحصل على المركز الأول في الكيدز وال 2012 2013 وال 2010 2011 وال 2009، والاكاديميه اي ام سبورت قدرت ان هي تحصل على الناشئين. بشكر حضراتكم جدا، وكانت بصراحه بطوله مميزه جدا، وطبعا كان الهدف منها ان احنا نخلي الاولاد تشارك بشكل اكبر في البطوله. ان شاء الله الجزء الثاني من الحلقه معانا الدكتوره نورة عادل، هنتكلم كتير قوي عن الرياضه وعلاقتها بالدراسه، لكن دلوقتي بتشرف بنجم بصراحه انا عزيز على قلبي جدا، كابتن محمد سيد صديقي صاحب اكاديميات محمد سيد. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ازيك يا كابتن احمد؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا حبيبي. وحشني جدا والله العظيم. كل سنه طيب حبيبي. كل سنه طيب. كابتن محمد سيد، انا شايفك بسم الله مش انا طبعا، هو حياتك طبعا المدربين كلهم عارفين انت ناجح جدا ما شاء الله في مجال الكوره، وعندك شركه اكاديميه كابتن محمد سيد. انت ما شاء الله من حوالي 7 شهور تقريبا كان في 4 فروع صح كده؟ اه صحيح كده. دلوقتي بقوا 7 الحمد لله. انضم لهم يونس. انضم لهم طبعا فرع يونس 1. الف مبروك طبعا يونس. الاول يونس طبعا ده ابن كابتن محمد سيد طبعا فيه. هو عمل اكاديميه ما شاء الله باسمه، وعمل له فرعين مبروك. مش فرع واحد، فرعين ما شاء الله. فين بقى؟ في الشروق عندنا هناك. تمام. في العائلي وفي الريحان، في يونس 1 ويونس 2. يونس 1 ويونس 2. ان شاء الله. انت حضرتك خدت ملعب صح كده؟ الحمد لله. انا شفت انت بتحرق كده بقى مفاجاه كلها. ليه؟ فين بقى الملعب؟ الملعب اللي احنا خدناه في الشروق. في اسكان الريحان. تمام. انا مش عند دار مصر كده حاجه زي كده. عند دار مصر. خدت حق الدفاع يعني صح كده؟ لا انا مأجره من صاحبه سنه يعني ثانويه. كويس، ما هي يعني تقريبا يعني ثانوي مش مشكله. خطوه كويسه جدا. طبعا طبعا. اللي بيعجبني في حضرتك ان انت مش بس الشركه مقتصره عن الاكاديميات، يعني لا يعني اكاديميات وملعب مثلا، شركه متكامله صح كده؟ هي مش موضوع، هو موضوع احلام يعني. انا ببقى ليا مثلا يعني كذا حاجه او كذا حلم، انا بحلم ان اجي اشتغل عليه. ان احنا كان يبقى ليا فرع 2 3، النهارده بقى عندي 7 فروع. كان امنيتي من زمان جدا قوي ان انا ابقى عندي ملعب يعني. ده كان حلم كبير جدا قوي ما كنتش عارف ان اجي اوصل له. والحمد لله بقينا احنا عندنا ملعب ومكتوب باسم نادي اجيال، ان شاء الله ان احنا لاعبين ان شاء الله السنه دي باذن الله. طب معلش عرف برضه استاذ اولي الامور الفروع كلها كده. عندنا في بدر، عندنا في تمام. بدر 1 وفي بدر 2 وفي اجيال. تمام. ده بالنسبه للفروع اللي في بدر. تمام. عندنا بقى في الشروق في ام اس 1 وفي ام اس 2 وفي يونس 1 وفي يونس 2. طب ازاي يعني ما شاء الله تقدر انت تواظب ان انت بتحضر كل التمرينات ولا مثلا شويه شويه الفترة اللي فاتت ده ما كنتش عارف احضر تمارين، بس الحمد لله يعني ده بسبب والدك الله يرحمه صح كده؟ الله يرحمه. انا عارف ان انت يعني هو كان بالنسبه لك حاجه كبيره جدا. انت حياتك اكبر اخواتك ولا يعتبر انا الاكبر في الاولاد يعني؟ فطبعا يعني كنت قريب منه جدا الفتره دي. الفتره الاخيره كنت جنبه جدا. والدي من الناس اللي كانت دايما بتساعدني وبتساندني في حياتي حتى في اللعب. والدي يعني انا لحد النهارده مش حاسس ان هو توفى يعني. لحد النهارده انا بحس ان هو لسه معايا يعني. لسه معايا وبيشوف النجاح بتاعي وبيشوفني وانا بنجح وانا فين لا يعني انا اسف ان انا فكرتك، بس هو الفكره يعني كلها يعني انا شفت صور بصراحه جميله جدا انت ووالدك يعني. انا لو قعدت اتكلم على والدي مش هيكفيني يوم واتنين والله. والدي من اطيب الناس الحمد لله. هو شاف يونس ولا الحمد لله ان هو شاف يونس وبعدها يعني بيومين توفى يعني. الحمد لله
الحمد لله على كل شيء. الحمد لله طبعا في مكان احسن من كده. طبعا طبعا يا رب ان شاء الله. ربنا يرحمه ان شاء الله ويا رب يا رب دايما اكون ناجح عشان اقدر ناجح اشرفه. وطبعا انا بشكره ان هو طلعني راجل واتحمل المسؤوليه. انا في وفاه والدي انا كان 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 شغلي يعتبر بنسبه 90% انا كنت اخسره. كان من اقرب الناس ليا كانوا بيحاولوا ان هم يجوا يدمروا صورتي ويدمروا شغلي. يعني حد استغل للاسف. في كتير جدا استغلوا الفتره اللي انا كنت واقع فيها. انا والدي كان دخل الرعايه يعني تلات وتوفى السبت وبعدها طبعا قعدت اكتر من اسبوع انا ما كنتش قادر اجي انزل اشتغل. الفتره دي كلها مش عايز اقول لك يعني كنت بحارب. انا كنت بحارب ناس كانت معايا وبتحاول ان هي تيجي تشوه صورتك وسمعتك قدام الناس. رغم ان الناس دي كانت اول ناس بتشكر فيك. يعني الناس دي كانت اول ناس بتشكر فيك ودايما بتقول انك ناجح وانك وانك بس انا من خلال معرفتي بيك يا كابتن محمد هي مش اول مره وانت بتقدر الحمد لله انت يعني تعود تاني و مش اول عقبه. لا نعم. فعلا مش اول عقبه. انا من اول ما بدات الكوره والتدريب وانا بتحارب. يعني من زمان من 10 سنين وانا كمان كنت بتحارب. من 10 سنين ما كانش لينا ملعب ولا كنا بنعرف نيجي نشتغل زينا زي الناس وكنا صح. بنتضرب كوره في الشارع وطلعنا على الهوا كتير واتكلمنا على الموضوع ده لحد ما جينا رجعنا تاني وقفنا على رجلينا. الحرب بتكون مستمره واحنا مش الحرب بتؤدي للنجاح دايما. طبعا. واحنا ما بنعديش حد. احنا بالعكس والله احنا بنحب الناس كلها وبنحب الرزق لكل الناس. الحمد لله لما بحس ان انا باجي اقع بشوف طريقي من ازاي وبرجع تاني اكمل وبرجع اقوى من الاول. يعني برجع اقوى من الاول. احنا عملنا طفره في الشروق كبيره جدا. انا في الشروق بالظبط بقالي 7 شهور. انا عملت الحمد لله الحمد لله طبعا اللي بقاله 5 سنين وسبع سنين محدش هناك عارف. زي ايه يا كابتن مثلا؟ الفروع. يعني كفايه بس الفروع انك تيجي تفتح. طبعا كفايه انك تيجي تفتح 4 فروع في خلال 7 اشهر وكل فرع فيه عدد كبير جدا قوي برضه من اللعيبه. فانا شايف ان ده لوحده نجاح. انا شايف ان ده لوحده نجاح. طبعا طبعا. انك انت تقدر النهارده يكون سنك 27 سنه وتقدر ان انت تيجي تدير 7 فروع. انا شايف الموضوع ده مش سهل. الموضوع ده صعب جدا جدا جدا. والمسؤوليه اصعب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه في النقطه دي. في حد صاحبي اكبر مني كمان في السن يعني حوالي 40 سنه وحاجه زي كده كان بيعرف الموضوع ده. يعني موضوع ان انت مثلا هل قال لي ما اقدرش اتعامل مع اطفال ما اقدرش اتعامل مع اولياء الامور. التعامل مع اولياء الامور صعب. احكي لي بقى عن الموضوع ده. لا انا حته الاولياء الامور والله بجد مش عشان على الهوا. هو فن. انا شايف ان هو بيبقى سبحان الله حد ليه يعني. هي لا هو ارتياح. هو مش فن هو ارتياح. انا مش عشان على الهوا. انا بشكر في اولياء الامور والله العظيم بجد. انا ربنا ما كرمنيش الا بدعوات اهلي وبدعوات اولياء الامور والمسانده بتاعتهم. يعني مش عشان انا على الهوا. طبعا في صور طبعا بتظهر لك يعني. مش عشان انا على الهوا. لا دي طبعا دي صور الكباتن كابتن احمد وكل كباتن حبايبي. وده كابتن مصطفى طبعا. بقول لهم طبعا التحيه كلهم. ومش عشان انا على الهوا فانا بشكر في اولياء الامور. لا بجد اولياء الامور من احسن الناس عندنا. جو اسري ودايما بيكونوا معانا. شفت حفل افطار جماعي. اسف حفل صح كده. طبعا كنا عاملين سحور في الملعب بتاعنا اللي هو في الشروق واتسحرنا كلنا مع بعض وكان يوم جميل جدا. كانش في مشكله عند الناس انها تنزل بالليل؟ لا خالص. احنا ماشيين من الملعب الساعه 3 الفجر والله. ما كانش في اي مشاكل خالص والله. وكنا مبسوطين جدا. طب ايه اخبار منتخب اجيال بقى؟ وصلت لحد فين؟ منتخب اجيال ده انا كنت بحلم بالطريق ده من 5 سنين. وكتير جدا قوي طلعوا شككوا في الموضوع ده زمان. ومش هيوصل ومش هيوصل للحاجه اللي هو عايزها. احنا باختصار احنا بدل ما نيجي النهارده اخد من اللعيب فلوس وينزل يتسجل في نادي. واكيد حضرتك طبعا عارف موضوع الاستثمار دلوقتي بقى شغال ازاي. 40,000 دلوقتي. مفيش حد بقى يجي رايح حته المواهب ولا الكلام ده. بالظبط. وبدل ما اجي اخلي العيل يروح يلعب في اي مكان تاني احنا يعني خدنا قطاع كامل وهنلعب بيه السنه دي دوري معتمد دوري اتحاد كوره زائد ان انا مشترك في دوري تاني بحيث ان انا النهارده المدرب هو بيختار القايمه بتاعه ال 18 هيتبقى مثلا فيها حوالي 5 6 7 لعيبه بدل ما يجي يروحوا البيت لا ينزلوا يعني يلعبوا في الدوري التاني. لا دي فكره جميله. يعني دي فكره اللي هي زي الفريق الاول لما بيبقى عنده ماتش مثلا رسمي النهارده بيبقى بكره الاحتياطي بيلعب. صح كده؟ صح كده. يعني انا النهارده كله بيبقى فيه روتيشن على طول. صح صح. يعني انا النهارده انا بلعب ماتش رسمي وفي 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 الاحتياطي بتاعي. طب الاحتياطي ده هيروح فين؟ لا الاحتياطي ده ينزل يلعب ماتش في اي دوري قوي ويلعب. ده برافو عليك بصراحه فكره جميله جدا. طبعا. وعشان اقدر اطلع نجم. ممكن اكون انا احلامي كتير ومثلا بنيجي نحققها ببطء.
بس كويس ان احنا بنحققها. يعني احنا ما بنتكلم، بس انا مش شايف بطء يعني، ما شاء الله حضرتك بتتكلم 27 سنه. لا طبعا مش بطء خالص يعني. من وجهه نظر الناس دايما بيكون حابين الولد اللي يكون في الفرع لازم يكون فرع بتاعه متقدم، مش استعجال برضه، فاهم قصدي؟ يعني ما هو مش استعجال، عشان كده انا بقول احنا بنحلم وبنحقق احلامنا بعد. يعني انا متفائل ان شاء الله في الدوري بتاع الاتحاد ده ان احنا هنطلع نجوم. انا يعني انا النهارده انا مش معتمد على فرع واحد، انا واخد من 7 فروع، كل فرع واخد فيه 3-4 لعيبه، يعني مطلع منتخب كويس. فزتهم من دوري صداقه صح كده؟ طبعا صح كده، ومطلع منهم مجموعه كويسه جدا. دوري الصداقه انا شايفه طبعا حاجه محترمه جدا، وكنت متابعها جدا على فيسبوك. هل هو كان سبب مباشر في اختيارك للاعبين ولا من خلال التدريبات برضو؟ لا من خلال طبعا التدريبات، لكن دوري الصداقه دي كانت فكره ان احنا عايزين نجمع كل الفروع مع بعض. حتى اسمها صداقه. وكنا عايزين نجمع كل الفروع مع بعض، طبعا ده بخلاف ان احنا بنعمل طبعا يعني ماتشات لاولياء الامور برضو كتير جدا. كانت بنسبه 95% كانت كويسه جدا، ان اللعيبه كلها كانت بتستفاد طبعا ان في احتكاك كتير جدا قوي في الماتشات. والحمد لله طلعنا منهم منتخب كامل ان شاء الله. طب حضرتك هتلعب دوري القاهره ولا دوري الجيزه؟ لا القاهره ان شاء الله. القاهره. القاهره. يعني طبعا دي فرصه كبيره جدا، انت كده بتتكلم في اهلي ومقاولين. اهلي، ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. بدل ما الولد بقى يروح اختباراته ومش عارف ايه والحاجات اللي انت فاهمها. ما انت حضرتك انت عارف لو ما ان شاء الله هنعمل حلقه الموضوع. انت حضرتك لو عارف ان لو في اختبارات اساسا بتقبل اللعيبه. ما هو للاسف اولياء الامور بقى السبب، انت فاهم يعني، او بعض طبعا مش كله. هو بعض اولياء الامور بيكونوا مستعجلين شويه. بالظبط. حته الاستعجال مش حلوه، حته الاستعجال في انت عارف مدربين بتلعب على الحته دي يعني. بص يا كابتن، انا بلعب كوره وانا عندي 8 سنين، ووصلت لحد 19 سنه ما كملتش كوره، عشان هو ربنا عايز كده. فحته الاستعجال كل واحد ربنا بيبقى كاتب له صح نصيبه ايه. صح. فاحنا بنسعى، وطبعا اولياء الامور طبعا ليها دور كبير جدا قوي. يعني انا مش مجرد ان انا ابني النهارده بيلعب كوره في الاكاديميه هيبقى كويس. صح. انا في عندي دوافع كتير جدا. ده مقسمهم الف وب طبعا والكلام ده كله. مقسمهم الف وب، بس كانت الفتره اللي هي فاتت قبل الفروع كلها ما تخطر. الفروع كترت بقى، الموضوع بقى كبر معانا شويه. بعد المنتخب ان شاء الله هيكون في الف وب باذن الله. بالظبط. طب كابتن محمد، يعني مين اكتر واحد حاسس ان هو دعمك في الفتره الاخيره؟ مش واحد والله بجد. اتكلم عادي يعني، عايزين برضه ندي كل واحد حقه يعني. هو 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 مش واحد، هو في كتير جدا. في ناس كتير جدا قوي كانت بتدعمني المره اللي فاتت. لو مش عايز تقول اسماء يعني. لا انا عشان اجي اقول اسماء مش عايز تختزل. انا هظلم ناس كتير. ايوه. انا في ناس كانت بتدعمني وفي ناس كانت بتكسرني. مش كان كله بيدعمني والله. كان اقرب الناس ليا كانت بتكسرني. مش كل الناس اللي كانت بتدعم. لكن عشان اجي اقول ودي اقرب الناس ليا، والله كان مش عارف يعني لو قلت. فاهم قصدك، انت حاسس في كتير. يعني طبعا الجهاز الفني بالكامل كله كان جنبي، كل الجهاز الفني كله. اهلي اهلي. طب دور زوجتك طيب في الموضوع؟ لازم تديها حقها. انت كل مره تزنقني. لا تفضح ولا ايه؟ لا والله طبعا احنا كل ما نيجي نفتح فرع بتحصل زي نظام مشكله بسيطة جدا. معلش برضو انت عارف. يعني بس مش قوي يعني. وانا طبعا يعني احنا كل فرع بفتحه بالتثبيت. لا ان شاء الله الفرع هيتفتح وهبقى فاضي وهبقى كويس. طب احنا معانا اتصال هاتفي، مدام هند من القاهرة. تمام. قول الو. طيب ممكن بس نقفل التلفزيون؟ طيب معلش. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ايوه ايوه مدام هند. معلش بس حضرتك ممكن تقفلي التلفزيون او توطيه؟ معلش انا ماما يوسف طارق. ازاي حضرتك يا كابتن محمد؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضل بقى. ازيك يا يوسف؟ منور الشاشه. الله 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 يخليك يا رب. يا رب دايما في تقدم. وبجد انت من احسن يعني الناس اللي تعاملنا معاهم في الاكاديميه. ربنا يا رب يبارك لك، لانك انت حافظت على اولادنا وخليتهم لعيبه ممتازين. وانا ابني من الناس اللي الكابتن يعني وصلوا لمرحله حلوه جدا. وانا اتصلت يعني علشان يعني لازم برضه اقدره يعني في اللي عمله معايا. هي مكالمه مفاجاه والله، بس فرحتني جدا والله يا يوسف. ربنا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا والله ما نعرفش ان في مكالمه، اتفاجئت والله. والله العظيم مبروك على البنجين وكده. الله يبارك فيك يا رب. شكرا شكرا لحضرتك جدا. وانا والله ما كنت اعرف ان في والله احنا كنا متفقين. طب معانا استاذ حامد برضو، نقدر نقول الو؟
استاذ حامد. هاي يا فندم. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. انا طبعا حابب اشكر الكابتن محمد، انا ابني بيتدرب معايا في الاكاديميه. معلش حضرتك بس ممكن توطي التلفزيون او تقفله معلش. طبعا كابتن محمد بيقدم مجهود كبير جدا جدا في الاكاديميه، ومش بنحس ان احنا بنلعب في حاجه صغيره، احنا بيتعامل معانا بشكل كويس جدا، وزي بنحس ان احنا في نادي كبير يعني. كابتن محمد قبل التدريب وقبل اي حاجه بيعلم الاطفال عندنا الاخلاق وازاي يحب الكوره، وهو حاجه جميله جدا، ربنا يوفقه في حياته يا رب ويديله على قد ما هو بيحاول يقدم لينا. احنا بنحييه على اللي هو عامله في مدينه الشروق، هو عامل طفره في مدينه الشروق بصراحه. تسلم تسلم. ويعني مهما اتكلمت عنه مش هقدر اديله حقه بصراحه. ماشي. من نجاح لنجاح وربنا يكرمه. شكرا لحضرتك جدا، شكرا لحضرتك جدا. انا عايز اقول لك ان هم في الايرفيس والله بيقولوا لي في مكالمات كتير جدا جدا، بس عشان وقت الحلقه يعني في ضغط، خلي بالك بيقول لي في ضغط مكالمات والله. وده حب كبير طبعا والله العظيم يعني. الحمد لله. طب انت تحب توجه رساله لحد؟ طيب والله هو حب الناس ده يا كابتن احمد بالنسبه لي حاجه يعني كبيره جدا. يعني من الصعب جدا حد ينجح ويكون في المكانه دي. وهرجع تاني اقولها، انا ما نجحتش ما تفوقتش الا بدعوات امي وابويا وكل اولياء الامور وكل اصحابي وكل الجهاز الفني طبعا. وبشكر كل اولياء الامور على المسانده وعلى كلامهم الجميل وعلى تعاطفهم. انا اللي بشكرك جدا والله العظيم، ويعني انا بصراحه ببسط بيك جدا وبحب اقعد معاك جدا. أنا وان شاء الله هنعمل حلقه ثانيه لاولياء الامور مخصوص، لان هو عمال يقول لي في ضغط جامد. بس طب لو في مكالمه ثانيه عشان محدش يزعل. هو لا هو كده تقريبا مفيش، بس احنا معانا فقره ثانيه ان شاء الله. طب خلاص تمام ان شاء بشكر الله. بشكر حضرتك جدا والله العظيم. حبيبي يا كابتن احمد حبيبي. ان شاء الله دلوقتي هنطلع فاصل وهنستضيف الدكتوره نورة عادل. ومعاكم دلوقتي كابتن محمود بيبو مدير أكاديمية أبناء الزمالك ولاعب نادي الزمالك السابق والهلال ومنتخب مصر للناشئين. أهلا بحضرتك يا كابتن. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتونا النهارده. قولي الناس بتحبك ليه كده؟ والله هقول لك على حاجة، أي حد بيخلص في شغله يعني لازم يقابل يعني زي ما بنقول الإحسان بالإحسان يعني. يعني إحنا بنتقي ربنا في اللعيبة وبنراعي ربنا جدا في كل لعيب موجود معانا في مستقبله، لأن أنا ببقى عارف إن الفترة اللي إحنا فيها دي يعني ربنا يكون في عون الناس لما بيصدقوا ويلاقوا ان في حد بيبقى صادق معاهم في وعده مع اولياء الامور ومع الولاد وبيقف جنبهم بشكل كويس وبشكل حقيقي. الناس اكيد يعني بتصدق ان هي يعني لما بتلاقي حد كده دلوقتي الموضوع فعلا بقى صعب جدا يعني. ربنا يبارك في حضرتك. انا شايفه ان اللعيبه بتحبك مش بتخاف منك. لا لا ده كلهم حبايبي ولادي وحب مع احترام، احنا يعني اصحاب واخوات. يمكن في حاجات انا مرتبط باللعيبه بتاعتي جدا، ما بدخلش اي حد في الاكاديميه عندي على الفرقه عندي خالص. يعني اللعيبه عندي بيبقى ليه مزايا ومواصفات خاصه شويه، الحته الاخلاقيه انه يحب زمايله بشكل كويس، يكون بيصلي ايا كانت ديانته، يكون بيصلي ومقرب قريب من ربنا، يكون يحس بروح الجماعيه. الاهم من ده كله ان اللعيب يكون عنده هدف. يعني احنا هنا بفضل الله تعالى انا عندي لعيبه هنا لعبت في كل انديه مصر، يعني احنا مخرجين اكبر نسبه لعيبه مشيت على مستوى الجمهوريه كلها من عندنا من الاكاديميه بتاعتنا، الحمد لله بفضل الله يعني. فاللعيبه اللي بيجي على هذا الاساس، يعني بيجي على اساس ان هو شايف ان زميله او صاحبه اللي معاه في نفس الفرقه اللي بيتمرن معاه نفس التمرين راح مكان وربنا كرمه، فهو ده الهدف اللي الولاد بيبقوا شغالين عليه. فما بسمحش لاي لعيب تاني يخش في وسطهم ان هو نظام بقى ايه الاكاديميات اللي هو ايه جاي يتريض جاي يقضي اجازه، لا ما فيش الكلام ده ما فيش عندي هنا. يعني حتى التمرين بيبقى شكله مختلف شوية، يعني بيبتسم دايما بالقوة كده، وتلاقي لعيبة عندها هدف عندها إرادة في الملعب، بمعنى صاحب تاكل النجيلة عشان ربنا يكرمها. ما شاء الله. الحمد لله بفضل الله. قول لي بداية من عمر كام ممكن الطفل يلتحق بالأكاديمية في أكاديمية أبناء الزمالك؟ هو بصي مش بخصوص أكاديمية أبناء الزمالك، يعني هو أي أكاديمية، أنا برشح دايما إن الولد من سن 5 سنين، يعني زي ما بيقولوا النقش على التعليم في الصغر زي النقش على الحجر. الولد ما بينساش، فلما بتيجي مثلا تعلمه حاجة او بتعلمه لعبه او بتعلمه او بتعمل معاه فتره المرحله الاولانيه اللي هي مرحله التعليم الاساسي اللي هي مهمه جدا للفتره دي، المرحله العمريه الصغيره دي بتاعت الكيدز،
الولد بياخد المعلومه في دماغه ما بينساهاش. عشان كده بقى هو ده ايه يعني، دي حاجه انا برضو بوجهها لاولياء الامور، انه يعني انا ما بتكلمش على نفسي طبعا، في امثال كتير، لكن انا بتكلم عموما ان اي ولي امر، دي رساله بوجهها لاولياء الامور كلهم، يبقى عنده ولد او نفسه ان هو يشوفه حاجه كويسه، ينقي كويس او يشوف السي في كويس قوي للمدرب قبل ما يوديه له. 70% او 80% رشاقه ومرونه، الباقي كله كوره فقط، يشبع كوره، هتعلمه ازاي يحط وش رجله في الكوره، هتعلمه ازاي يحط بطن رجله في الكوره، هتعلمه مهاره. اذا ما كنتش انت صاحب المهاره دي او عندك اساسا كمدرب، هتديها له ازاي؟ يعني الولد هياخدها ازاي؟ وزي ما بقول لك هيبقى انطباع في دماغه خلاص مش هيتنسي تاني. فهتبقى كارثه لو انت بتوديه لمدرب هو ما عندوش حته الموهبه او اصلا ما عندوش حته الكوره دي ان هو يطلعها، فهيطلعها للولد ازاي؟ الحاجه الثانيه لو هو مش فاهم هو بيعمل ايه؟ ان هو مش دارس الموضوع كويس، او مش عامل دراسات، او مش خريج تربيه رياضيه، او هو ما اشتغلش على نفسه، هي يعني هيشتغل مع الولد ازاي وهيفيده ازاي؟ انا شايفه ما شاء الله اهتمام من البنات للكوره وبالكوره، ومهتمين جدا. دول اخوات البراعم اللي بيلعبوا دلوقتي الماتش وجايين يتفرجوا عليهم، وشايفه اهتمام كبير قوي منهم. انا هسالهم بقى، ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاهتمام الكبير ده اللي انتم مهتمينه بالكوره؟ عشان اخواتنا، بتحبوا الكوره جدا؟ اكيد. يعني انتوا جايين ليه النهارده بقى؟ عشان اخواتنا يرجعوا. ايوه، انتوا حابين تتفرجوا عليهم. تشجيع منكم ليهم. أكيد. في مسانده يا جماعه، يعني انتوا شايفين من البنات في مسانده وتشجيع من كل اخت لاخوها. يلا قولوا لي بقى، عندك اخوكي اسمه ايه؟ عمر. قد ايه؟ 14. وانتي؟ محمد ناصر. 13. وانتي؟ زوما. قد ايه؟ عنده 7 سنين. وانتي قد ايه؟ احمد ودارين 12 و13. دارين كمان بتلعب؟ دارين بنوته. بتلعب ايه بقى؟ بتلعب كوره صح؟ يعني شايفه بنات كتير قوي بتحب الكوره، وما بقناش زي زمان يا جماعه. البنات دلوقتي بقت بتلعب كوره وبقت احسن كمان من الولاد. مش حابين تلعبوا كوره بقى انتوا كمان؟ ولا تشجيع بس؟ تشجيع ان شاء الله. تشجيع صح؟ بشكركم. انتي بنت كابتن محمود بيبو، حبيتي الكوره طبعا عشان بابا. اكيد صح. تعالي بقى بصي للكاميرا هنا، عندك كام سنه؟ 13. اسمك ايه؟ دارين. تعالي بس يا دارين، هي دي اختك الثانيه؟ ايوه شبه بعض. حبيتي الكوره ليه بقى يا دارين؟ لا انا ما جينا مع بابا من زمان قوي. ايوه، عشان كده انت متربيه هنا في اكاديميه ابناء الزمالك. اكيد صح. من وانت عندك قد ايه؟ لا انا صغيره قوي. من عندك من وانت نونا عندك سنه صح؟ مش عارفه، بس من زمان قوي. بتحلمي بايه؟ نفسك تبقي ايه في الكوره؟ لعيبه كبيره. اكيد نفسك تبقي لعيبه كبيره وتشرفي بلدك. اكيد. بتحبي بابا قد ايه؟ جدا يعني. اتعرف بيكي. انا مامة ادهم وليد. عنده كام سنه؟ لا 13. بقاله قد ايه ملتحق بالاكاديميه؟ بقاله حوالي سنه ونص. ما شاء الله. كان بيتمرن قبل كده في اكاديميه ثانيه بس فضلنا هنا. يعني فريق ليفربول اتعادلتوا صح؟ اتعادلتوا؟ صح. كان نفسكم تكسبوا اكيد. يا ريت يعني. تقولوا ايه الكابتن محبوب بيبو؟ نقول له كل حاجه. عمل لنا كل حاجه. زي ايه يعني؟ ده زي ابويا طبعا. الكابتن بيبو فبصراحه عجبني التدريب بتاعه. يلا قول لي المثل الاعلى بتاعك. حازم امام. وانت اسمك ايه؟ زياد محمد. مثلك الاعلى؟ مالديني، عشان نفس مركزي في الملعب. تمام. وانت اسمك ايه؟ معز. مثلك الاعلى ايه؟ كابتن محمود عبد الرازق الشيكابالا. اتعلمت ايه من اكاديميه ابناء الزمالك؟ اتعلمت كل حاجه من الاخلاق، وانا بحمد ربنا ان انا جيت واتمرنت مع كابتن بيبو، لان كابتن بيبو بصراحه هو السبب يعني في تطور المستوى بتاعي، والحمد لله وصلت للمرحله دي. مساء الخير عليك، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام بخير. عرفنا بنفسك. انا اسمي كابتن محمد، جاي بحكم البطوله للكابتن بيبو، وما شاء الله يعني بطوله قويه. طب قول لي بقى، يعني ايه رايك في اداء ابناء الزمالك؟
لا هو ما شاء الله يعني كابتن بيبو غني عن التعريف، عامل حاجه محترمه بصراحه. انا حكمت لهم ماتشات كتير سواء على الملعب ال11 او هنا في الخماسي، يعني مستوى الاولاد متطور، هو بيشتغل على حاجات تقنيات حديثه، بيراعي الاولاد ويعني عامل حاجه كويسه وشغله كويس جدا ما شاء الله عليه. هو مدرب مجتهد. عاملين ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ محمد. محمد، انا سمعت ان انت متميز، ان شاء الله يكون لك مثل اعلى باذن الله. مين حببك في الكوره؟ كابتن بيبو بصراحه. كابتن بيبو، انت بقالك قد ايه بتلعب هنا؟ انا بقالي بالظبط سنه. نفسك تكون ايه بقى في الكوره؟ انا بصراحه نفسي ده مثل الاعلى بصراحه ان انا اخش دوري ابطال اوروبا. انت اسمك ايه؟ عبد الله حسين. عبد الله حسين، قول لي يعني نفسك تبقى ايه في الكوره؟ نفسي باذن الله ابقى زي كابتن بيبو. رجعنا لكم بعد الفاصل، وبشكر كابتن محمود بيبو اكاديميه ابناء الزمالك على استضافته لينا قناه الصحه والجمال، وبصراحه راجل محترم جدا جدا، حابب اشكره شكر كبير واشكر اولياء الامور في اكاديميه ابناء الزمالك. وبصراحه الراجل ده عامل طفره وعامل شغل كبير جدا جدا في بيت نصر، وعامل طفره كبيره جدا في الاكاديميات، لانه هو مش واخد الموضوع يعني خلينا سبوبه بقى والكلام ده، لا يعني هو تدريبات وتدريباته قويه جدا وبيعمل نشاط كبيره جدا. ضيفتي هتنقل الموضوع على طول بقى، ضيفتي الدكتوره نوره عادل. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بيك، ازي حضرتك؟ دكتور، موضوع الحلقه او موضوع الفقره الدراسه وعلاقتها بالرياضه، تمام؟ تمام. واحنا يعني كمدربين بنواجه مشكله كبيره جدا مع ولي الامر في حته الانتظام والكلام ده كله. وولي الامر فاكر الانتظام ان انا اجيب الولد وخلاص في الميعاد او اتاخر شويه او الكلام ده كله. لكن الرياضه بشكل عام او كره قدم، عشان انا راجل مدرب كره قدم، مش بس التزام في الحضور، في التزامات كتير جدا يعني. في كمان العقليه ذات نفسها، عقليه الولد ان هو يبقى قابل لاي حاجه تحصل له في خلال مشواره يعني. اكتر حاجه بتضايقنا الدراسه. احنا طبعا مش ضد الدراسه طبعا، وربنا سبحانه وتعالى طبعا يعني اول ايه انزلها اقرا، لكن الفكره كلها ان الناس بتستخدم موضوع الرياضه بشكل خاطئ، اللي هو انت مش هتذاكر مش هوديك التمرين. فانا عايز حضرتك تفهمينا اكتر عن الموضوع ده. تمام. هو في البدايه انا طبعا هتكلم عن الرياضه وعلاقتها بالدراسة، بس هتكلم عن الرياضة من منظور الصحة النفسية. تمام. إزاي الرياضة بتأثر على الصحة النفسية للطفل؟ تمام. طبعا في البداية لازم نعرف إن الرياضة ليها علاقة بكل شيء في حياتنا، من أول المذاكرة، من أول النوم، من أول الصحة النفسية، كل شيء في حياتنا الرياضة بتأثر فيه. طيب هي الرياضة إزاي بتأثر على الصحة النفسية للطفل؟ الرياضة، ممارسة الرياضة بتساعد الطفل في ان هو يتخلص من الخجل او التوتر النفسي، او ان هو ما يبقاش عنده ثقة بنفسه. تمام. دي اول حاجة. تاني حاجة بتحسس الطفل بالقبول الاجتماعي. ازاي بتحسسه بقيمته وسط المجموعة اللي هو بيمارس معها الرياضة، بتحسسه ان هو جزء مهم من المجموعة اللي بيمارس معها الرياضة. كمان الرياضة مهمة ليه للطفل، لأنها بتعتبر وسيلة مهمة في التواصل والتفاعل الاجتماعي، هي بتعتبر أداة اجتماعية عن طريقها الطفل بيقدر يتعلم مهارات ويكتسب أخلاق ويكتسب فنيات معينة. حضرتك دخلتيني في قصة برضو أنا افتكرتها دلوقتي، إن الدكاترة حتى يعني مثلا يكون في حد عنده مثلا مشكلة في الكلام أو مثلا فرط حركه، وبيجيبوا لنا اللعيبه دي يعني بيقول لها مثلا روحي العبي الرياضه، صح كده؟ ايوه مظبوط. الرياضه بتاثر في كل النواحي النفسيه للطفل. هي كمان بتاثر في شخصيه الطفل. ازاي؟ عن طريق ممارسه الرياضه الطفل بيتعلم ازاي يضبط نفسه، بيتعلم ازاي يحترم الاخرين، بيتعلم ازاي ينمي ثقته بنفسه. كمان هي بتعالج مشاكل نفسيه كتير عند الاطفال، ودي هنعرفها. طيب ازاي الدراسه بتاثر على المذاكره؟ هو السؤال اللي يهمني النقطه المهمه طبعا. طبعا كلنا عارفين ان ممارسه الرياضه مهمه جدا لجسم الانسان. ازاي بقى؟ بتبني العضلات، بتحسن شكل الجسم، بتخلي فيه تناسق في الجسم، بتحسن وظائف القلب، بتحسن كمان الاعضاء الداخليه. طيب فوق كل ده هي كمان بتاثر تاثير مباشر وايجابي على صحه الدماغ. طب ازاي الكلام دوت؟ اول حاجه ممارسه الرياضه بانتظام، وانا بشدد على كلمه انتظام، لان ما ينفعش ان انا امارس شويه وابطل، لا مش هلاقي اي مردود.
انما ممارسه الرياضه بانتظام هتاثر على عمل الذاكره. طب ازاي هي هتاثر على عمل الذاكره عند الطفل؟ المعروف ان دماغنا مش عضله، فازاي الرياضه هتاثر عليها؟ لا، الدراسات الحديثه اثبتت ان بالرغم ان دماغنا مش عضله، لكن ممارسه الرياضه هتحسن جزء مهم جدا في المخ اسمه الهيبوكامبس. الجزء ده هو اللي مسؤول عن الذاكره، فعن طريق ممارسه الرياضه انا هنشط الجزء المسؤول عن الذاكره في المخ. تمام. طيب في كمان دراسات وتجارب اثبتت ان افضل وقت للمذاكره بعد ممارسه الرياضه بساعتين. طب ازاي الكلام دوت؟ ايوه ازاي الكلام دوت؟ التجارب دي اثبتت لنا ان بعد ممارسه التمارين بساعتين، اول ساعتين دوت بيحسن جدا التذكر عند الطالب. لما يجي يذاكر ماده بتخليه يقدر يستوعبها بطريقه افضل، وكمان لقينا ان التذكر الماده دي والتذكر التفاصيل بتاعتها بتدوم لمده اطول. يعني حاجه كده رجعتيني برضو لسنين ورا، كان مدرس الرياضيات الناس تمام. يعني كان يقول لي عايز تحل مساله العب ضغط في البيت، اعمل اي حاجه هتلاقي الدنيا تمام معاك. ليه بقى؟ ليه قال لك كده؟ هو طبعا ما قاليش ليه، هو كان بيقول لي كده. لان كمان ممارسه الرياضه بتحسن نسبه التركيز. انت لما هتقوم تمارس رياضه فكده هتحسن الدوره الدمويه، فهتوصل الدم للمخ اللي هو بيبقى متحمل بالاكسجين اللي المخ لازمه، فعن طريق ده هتساعد ان انت نسبه التركيز عندك هتعلى. تمام. فلازم جدا نمارس الرياضه بطريقه منتظمه، لان هي مع الوقت على المدى البعيد هتقلل جدا من الخطر كمان الاصابه بمرض الزهايمر. طب رساله حضرتك للمدرسين واولى الامور اللي هم دايما رابطين، يعني مثلا في الفصل يقول لك ايه، انا مش هنزلك حصه العاب لو ما ذاكرتش، انا يعني بيستخدمها كوسيله ترهيب للولد يعني. تمام. هو انا ما ينفعش اعاقب طفل بان انا احرمه من التمرين. ازاي؟ ما ينفعش. ايه هو اصلا العقاب؟ طب هقول لك الاولى ما بتقول ايه، يعني بيقول هو اصلا لو ما قلتش كده مش هيذاكر، انا برضو بوصل لك الرساله يعني، فانا عايز اعرف ايه حلها يعني. هو انا دلوقتي لو عايز اعاقب ايه هو العقاب في الاول؟ العقاب ده ان انا بستخدم وسيله رادعه علشان اوقف سلوك غير محبب او رادعه، لكن ما لهاش علاقه بالتمرين. ايه بس اهم حاجه في الوسيله دي ان لازم يبقى فيها شرطين، ما تسببش اي ضرر نفسي تمام. ولا كمان تكون بتسبب ضرر جسدي او الاثنين. يعني الوسيله اللي انا هستخدمها للعقاب ما تكونش بتسبب لا ضرر نفسي ولا جسدي او الاثنين. ليه؟ لان العقاب الخاطئ ده هياثر لي على شخصيه الطفل. هيدمره نفسيا، هيعمل ايه فيه؟ هيخليه ما عندوش شخصيه، هيكون صوره مهزوزه عن نفسه، هيخليه ما يقدرش ان هو يعبر عن نفسه بشكل كويس، هيخليه يتعمل له تجنب اجتماعي، مش هيقدر يقوم يبادر باي امر خوفا ان هو ينتقد او يفشل. كمان هتخليه وسيله سهله جدا للمتنمرين، فريسه سهله للمتنمرين. فما ينفعش ان انا اعاقب بان انا احرم طفلي من حاجه ضروريه. زي ما عرفنا كده ان الرياضه دي لازم تكون اولويه في حياتنا، فما ينفعش ان انا احرم طفلي من حاجه اولويه. ليه؟ لان الرياضه دي هتزود ذكاء الطفل، هتحسن الميموري بتاعته، هتشيل الضغط والستريس. تمام. هتحسن جدا من صحته النفسيه وهتشيل الضغط والتوتر. فما ينفعش ان انا يكون عندي حاجه بتحسن كل ده في طفلي ومهمه جدا ليه واحرمه منها. فالحرمان للطفل ما بيكونش ان انا احرمه من الحاجات الضروريه اللي بتفيده. تمام. طيب ايه علاقه بقى برضو ان دلوقتي ان احنا داخلين على الامتحانات، ففي حاجات مهمه جدا لازم ولي الامر ياخد باله منها. تمام. اول حاجه ان انا ودي مهمه جدا، ما ينفعش اوقف الرياضه. تمام. اثناء فتره الامتحانات او المذاكره ما ينفعش ان انا اوقف الرياضه. ليه؟ لان طبعا الطفل بيقعد مده طويله على المذاكره، وبننسى ان المخ اللي هو العضو الرئيسي اللي في المذاكره بيحتاج انه يوصل له يحسن الدوره الدمويه عشان نوصل له الاكسجين ونوصل له التغذيه اللازمه للمخ عشان خلايا المخ تتجدد. تمام. فبالتالي هيقدر يستوعب احسن. فما ينفعش ان انا اقعد فتره طويله ابني قاعد على المذاكره ما بيقومش ولا بيمارس رياضه. وقلنا انها الرياضه بتزود نسبه التركيز، فطبعا ده هيكون له مردود كويس جدا على صحته وعلى نفسيته وعلى استيعابه في المذاكره. كمان الرياضه الرياضه ليها اهميه جدا في ان هي بتزود هرمونات السعاده في المخ. تمام. في هرمونات في المخ اسمها
النور ادرينالين والسيروتونين والدوبامين، دي هرمونات السعاده. امتى بتتفرز الهرمونات دي؟ لما اثناء الرياضه، لما بلعب رياضه. فطبعا هحس بعد ما هلعب الرياضه، لما الهرمونات دي تتفرز ده هيدي الجسم احساس بالحيويه والنشاط والسعاده. فطبعا لما ابني هيمارس الرياضه ويحس بان هو سعيد ونشيط، ده هيكون له مردود حلو برده على استيعابه على مذاكرته. كمان الرياضه بتحافظ على الهدوء بتاع الطفل. فلما ابقى هادي ومسترخي، ده هيأثر عليه في ان هو هيقدر يستوعب كويس وهيذاكر. والله انا مبسوط جدا يعني بالكلام ده، وحضرتك محتاجه حلقات كتير جدا جدا. شكرا. وانا والله بتشرف بحضرتك جدا جدا معايا، وان شاء الله نعمل بقى حلقه مخصوص لموضوع بقى ايه، ان احنا ازاي نمارس رياضه. تمام. فانا بشكر لحضرتك جدا جدا، وبشكر المشاهدين على الحلقه الجميله ديت. دمها خفيف في رمضان، معلش وقتها صغير بس عشان ضغط، طبعا الضغط على القناه. وان شاء الله باذن الله دايما اشوفكم في حلقه جديده من برنامجكم ملاعب خلف الاضواء. سلام.